ثم قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 362 ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور. لما فرغ التتر من خراسان وعادوا إلى ملكهم جهز جيشا كثيفا وسيره إلى غزنة، وهذه غزنة تقع في أفغانستان حاليا، وبها جلال الدين بن خوارزم شاه، جلال الدين بن خوارزم شاه مالكا لها، وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه، عسكر أبيه خوارزم شاه، قيل كانوا 60,000. فلما وصلوا إلى أعمال غزنة خرج إليهم المسلمون مع ابن خوارزم إلى موضع يقال له برق، فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديدا وبقوا كذلك 3 أيام، ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فانهزم التتر وقتلهم المسلمون كيف شاءوا، ومن سلم منهم عاد إلى ملكهم بالطالقان. فلما انهزم التتر أرسل جلال الدين رسولا إلى جنكيز خان يقول له في أي موضع تريد أن يكون الحرب حتى نأتي إليه. فجهز جنكيز خان عسكرا كثيرا أكثر من الأول مع بعض أولاده وسيره إليه، فوصل إلى كابل فتوجه العسكر الإسلامي إليهم وتصافوا هناك وجرى بينهم قتال عظيم، فانهزم الكفار ثانية فقتل كثير منهم وغنم المسلمون ما معهم وكان عظيما، وكان معهم من أسار المسلمين خلق كثير فاستنقذوهم وخلصوهم. أقول لكن أي نصر هذا؟ أي نصر هذا؟ وهل كان لله ولرفع راية الإسلام راية الحق والصلاح؟ وأين سينتهي هذا النصر؟ إنه السلب والنهب والمال والخزي والعار والنار. لنكمل ما كتبه ابن الأثير يقول ثم إن المسلمين جرى بينهم فتنة لأجل الغنيمة، وسبب ذلك أن أميرا منهم يقال له سيف الدين بغراق أصله من الأتراك الخلج كان شجاعا مقداما ذا رأي في الحرب ومكيده، واستلى الحرب مع التتر بنفسه وقال لعسكر جلال الدين تأخروا أنتم فقد منئتم منهم رعبا، وهو الذي كسر التتر على الحقيقة. وكان من المسلمين أيضا أمير كبير يقال له ملك خان بينه وبين خوارزم شاه نسب، وهو صاحب هرات، فاختلف هذان الأميران في الغنيمة فاقتتلوا، فقتل بينهم أخ لبغراق، فقال بغراق أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت. لاحظ هو الذي يقول هذا سحت، هذه غنائم سحت، ليست لله، ليست غنائم حرب، ليست غنائم جهاد. يقول أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت، فغضب وفارق العسكر وسار إلى الهند، فتبعه من العسكر 30,000 كلهم يريدونه، فاستعطفه جلال الدين بكل طريق وسار بنفسه إليه وذكره الجهاد وخوفه من الله تعالى وبكى بين يديه فلم يرجع وسار مفارقا، فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا. فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أن جنكيز خان قد وصل في جموعه وجيوشه، فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل من فارقهم من العسكر ولم يقدر على المقام سار نحو بلاد الهند. وفي الهزيمة كالغزال سار نحو بلاد الهند، فوصل إلى ماء السند وهو نهر كبير، فلم يجد من السفن ما يعبر فيه. أقول وفي الهزيمة كالغزال. ولا ننسى أن جلال الدين الهارب كان يقول لجنكيز خان في أي موضع تريد أن يكون الحرب حتى نأتي إليه، والآن في الهزيمة كالغزال. وكان جنكيز خان يقص أثره مسرعا
فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى أدركه جنغيز خان في التتر، فاضطر المسلمون حينئذ إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليهم، فتصافوا واقتتلوا أشد قتال، فبقوا كذلك 3 أيام، فقتل الأمير ملك خان المقدم ذكره وخلق كثير، فقتل الأمير ملك خان المقدم ذكره وخلق كثير. فلما رأى المسلمون أنهم لا مدد لهم وقد ازدادوا ضعفا بمن قتل منهم وجرح ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك، أرسلوا يطلبون السفن فوصلت وعبر المسلمون. فلما كان الغد عاد الكفار إلى غزنة وقد قويت نفوسهم بعبور المسلمين الماء إلى جهة الهند وبعدهم، فلما وصلوا إليها ملكوها لوقتها لخلوها من العساكر والمحامي، فقتلوا أهلها ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ولم يبقى أحد، وخربوها وأحرقوها وفعلوا بسوادها كذلك، ونهبوا وقتلوا وأحرقوا، فأصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس، خاوية على عروشها كأن لم تغنى بالأمس.